وخلاء الخف، يعني افترض أنك مقيم لك أن تمسح يوم وليلة، صليت الفجر وتوضأت وصليت الظهر ومسحت ونزعت الخف وبعد ذلك لبست، هل ينتقض وضوءك بعد خلعك الخف؟ هذه التي فيها القولان للعلماء. أنت رأيت أن ابن رشد يجنح إلى أنه لا ينقض وكأنه يقرر ذلك، لكن الخلاف قائم. فمن العلماء من قال إنه يقاس على حلق الشعر، إذا حلقت شعري بعد أن مسحت عليه هل ألزم بوضوء؟ هل ينتقض وضوئي؟ لا، كذا قالوا في خلع الخف. وإن كان بعض الحنابلة يرون أن خلع الخف، أو كان أذكر كلامهم في الجورب، عليه أن يعيد الغسل إذا نقض الوضوء، والله أعلم. كيف يعني؟ تغسل. رأي من الآراء، رأي من الآراء، أحد الآراء، أحد الأقوال أنك تغسل رجليك إذا خلعت الخف، لكن القول الذي عليه الأكثرون أن الوضوء ما لم ينقض وخلعت الخف ولبسته أنك ما زلت متوضئا. هذا نزاع قائم سبق التنبيه عليه، هل تبدأ الأيام والليالي من بعد آخر وضوء غسلت فيه الرجل أو من أول مسحة؟ يعني افترض أنني توضأت الصباح وأنا لبست الخف على وضوء ما مسحت الآن، وبعد مسحت على الخف ظهرا، هل ينقضي زمن المسح بعد 3 أيام من الظهر إذا كنت مسافرا أو بعد 3 أيام من الصبح؟ فالنزاع قائم فيها، هل هي من أول مسح أو من آخر وضوء؟ والله أعلم. قائم فيه نزاع، حسمها صعب.